السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متتبعين ومتتبعات الكرام. اليوم جبت لكم واحد الوصفة جديدة خاصة باليدين، الاهتمام باليدين. راكم كتعرفوا بأن اليدين ديالنا كيتعرضوا بزاف يوميا يوميا، الشغل، غسيل المواعن، تصبين، تسياق، كلشي كلشي فينا حنايا. واخا نكونوا نخدموا في البيرو راه حتى هما كيضربوا تماره. المهم اليدين، عندك اليدين والوجه كيضربوا تماره، واليدين كيكونوا مؤثرين بزاف بالعوامل الخارجيه، يعني كيكونوا دائما معرضين للعوامل الخارجيه، يعني ما كنغطوهمش كاع يدينا، دائما كنخدموا بيهم. الو، دائما كنخدموا بيهم، خاصنا ضروري نعتنيو باليدين ديالنا. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي هي بحال لاكوماج، وصفه تقدري تبرميها فوق يديك، لان كما كتشوفوا دابا الكوماج ملي كنشريو كنلقاو فيه واحد الحبيبات بحال السنيده بحال السكر، وفعلا هذاك راه السكر، لان السكر كيحيد ديك المواد الخشنه اللي في يدينا ولا في وجهنا. السنيده، كنهضر على السنيده، السكر الخشن اولا السكر كلاصي. حتى السكر كلاصي كنديروا منه الوصفات، كيجي حتى هو زوين بزاف في الوصفات، كيساعدنا باش نحيدو دوك الخلايا الميته ودوك الشحوبات اللي كيكونوا في يدينا وفي وجهنا. دابا هذا النهار خصصت لكم هذه الوصفه هذه خاصه باليدين، الاهتمام باليدين، وكتبيضهم مزيان مزيان وكتغديهم بزاف. يعني هذه الوصفه هذه مجربه 100%، انا كنديرها كتعطيني نتيجه جيده، لان هذه الوصفه فيها بزاف ديال الفوائد، بزاف بزاف ديال الفوائد. هنايا غنستعملوا فيها الفيتامين سي، غنستعملوا فيها العسل، راكم عارفين العسل فيه بزاف ديال الفوائد. السنيده والقهوه كذلك، القهوه راكم عارفين كذلك بان القهوه مزيانه في البشره، بزاف بزاف كتغذي البشره وكتحميها حتى هي. المهم هنا غادي نستعملوا اربعه الحويجات، اربعه المواد. هنايا عندنا بسم الله غادي نبداو. عندنا هنايا واحد الليمونه ماشي حامضه، تشينه تشينه، شنو كل واحد شنو تيقول لي. عصرتها، غادي ناخذ منها فقط جوج معلقات كبار ديال التشين، صافي، ولا معلقه، لان غادي نديروا غير يدينا فقط. هاد الوصفه هذه خاصه باليدين، للاهتمام باليدين. عندنا هنايا التشين كيف ما قلت لكم غادي نحتاجو، غادي نعصرو واحد التشينه، تكون ماشي عصرتوها من البارح ولا شي حاجه، تكون معصره هذيك الساعه باش كنستافدو من الفيتامين سي ديالو. كتعرفوا بان الفيتامين سي الا عصرناه وجلس 10 دقائق راه بحال الا ما كاينش الفيتامين سي. داكشي علاش قلت لكم غادي نعصرو ديك الليمونه، وهذيك الساعه نستعملوها ليدينا باش كيبقى باش كنستافدو من هذاك الفيتامين سي. اما لدازت 10 دقائق راه ما غاديش تستافدو من الفيتامين سي، فهمتوني. وغادي نحتاجو معلقه كبيره ديال القهوه، وغادي نحتاجو معلقه كبيره ديال السنيده، ومعلقه ديال العسل. بسم الله غادي نبداو. غنديروا المعلقه ديال القهوه هنايا، وغادي نجيبوا معلقه ديال العسل، ولا غادي نديروا هذا الشيء هنايا باش ما يعذبناش. صافي، وغادي نبداو نخلطوا، وغادي نديروا عليهم دوك ديك المعلقه ديال العصير ديال التشي. خاصو يكون هاد الوصفه هادي تكون ثقيله، ما تكونش خفيفه، باش غادي تلصقنا على يدينا. شفتوا معايا؟ ما ديروهاش ثقيله بزاف، خفيفه بزاف، خاصها تكون ثقيله بحال هاد الشكل هذا. شفتوا؟ غادي نخلطو مزيان، نخلطو مزيان الخليط على هاد الشكل هذا. كتحسوا بالسنيدة بأنها راها دابت. تنحسوا بالسنيدة بأنها دابت بحال هاد الشكل هذا، ماشي دابت دابت، خصنا ديك الخشونة ديال السنيدة باش تبقى لنا، باش غادي نفركو بها يدينا. شتو؟
صافي شوفوا معايا ما شاء الله، شفتوا شفتوا العسل داب، كل شيء داب. العسل خصها تكون حره، ما تكونش العسل مزوره، ضروري تكون حره. كتعرفوا بان العسل فيها بزاف ديال الفوائد للبشره. صافي غادي نشدو هاد الوصفه هادي وغادي نديروها ليدينا تقريبا شي 40 دقيقه حتى تنشف. صافي حتى تنشف مزيان، ملي تنشف غادي نبقى نبرمها، نبرمها في يديا باش كنحس بديك الخشونه ديال السنيده كتحيد لنا ديك دوك الخلايا الميته اللي في يدي في يدينا. وكنخلوها تقريبا 40 دقيقه في يدينا، 40 دقيقه في يدينا، وكنغسلوا يدينا وكندهنوهم بالكريم ديالنا. ضروري يوميا دهنوا يديكم بالكريم ديالكم باش كتكون العنايه باليدين. وكنصح بفازلين، فازلين ديك الزرقاء، لان فازلين هي اللي كتحمينا. بحال دابا الا كنا استعملنا الماء بزاف في النهار هي كتحمينا كتحمينا يعني بحال ما استعملناش كاع الماء. ملي كنساليو من الشغل ديالنا كنديروا هذه الوصفه هذه تقريبا كنقول لكم 40 دقيقه لليدين ديالنا حتى كتنشف مزيان. وكنبقى نبرمها 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 مزيان صافي، وكنمسحها كنغسلها. خص الشمس ما تشوفكمش لانكم دايرين هنا الفيتامين سي، الفيتامين سي راه مستعمل هنا، يعني الشمس ممنوعه من عندكم. انت تغسلوا يديكم بالصابون مزيان، عاد لا بغيتوا تعرضوا يديكم للشمس عرضوهم، لان ملي كنكونوا دايرين فيتامين سي راكم عارفين. عندي واحد النصيحه هنايا زوينه بزاف. عندنا دابا بحال دابا استعملنا الحامض هكا في الدار، استعملنا وبقاو لنا هاد القشور، هاد القشور ديال الحامض بحال هكا. هاد الشيء اللي كاين هنايا راه مفيد بزاف بزاف، عمركم ترميو هادو، دائما ديروهم في الفريكو وفي الثلاجه باش ملي كتساليو الشغل ديالكم كتحكو هادو على يديكم، كتقسموها على جوج كتبقاو تحكوها على يديكم على رجليكم وكتخليوها واحد المده حتى كتجيو توضاو وتغسلو يديكم. صافي كتغسلوهم. هاد الحامض هذا مفيد للبشره بزاف، وخصوصا لليدين والرجلين، كيعطيهم واحد الرطوبه واحد البيوضيه وكيتغداو كذلك. هادو كنصحكم ما تبقاوش ترميوهم، راهم مفيدين بزاف بزاف. داكشي علاش بغيت نشاركهم انا معكم اليوم، هاني انا كاع ما كنرميهمش، هاني عاد جبتهم من الثلاجه باش ملي غادي نسالي الشقه ديالي غادي ندير هاد الطريفه ديال الحامض وندير هاد الوصفه هادي. كيف ما قلت لكم هاد الوصفه زوينه بزاف، فيها بزاف ديال الفوائد، عباره عن وصفه قماش كنديرها وكندير مورها داك الحامض وكتعطي نتيجه جيده بزاف بزاف. كتهلا بهذا الشكل تكوني تهلايتي في يديك وغديتيهم مزيان وكيبقاو دائما زوينين ورطبين وما كيحشموش بيك. نتمنى ان شاء الله تكون يكون الوصفات ديالي كيعجبوكم بزاف، وهاد الوصفه بالخصوص هاد النهار هادي هذا تكون عجبتكم. وما تنساونيش من اللايكات ديالكم والاشتراكات ديالكم والضغط على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. وكنشكركم بزاف بزاف على الكومنتيرات ديالكم الزوينه، على اللايكات والاشتراكات ديالكم، وشكرا لكم.